19/7/2012 حي الميدان المجاهد. آثار القصف العشوائي وتدمير كافة منازل الحي في حي الميدان المجاهد. كما قاموا بجهز السيارات بالدبابات عند دخولهم الحي. إن أنتم يا مسلمون ماذا ستقولون لربكم؟ ماذا ستقولون لربكم حينما يسألكم عن ماذا فعلتم لهؤلاء القوم المستضعفون؟ إن أنتم يا بشر، إن أنتم يا مسلمون. الميدان تنزف. يا الله، ليس لنا غيرك يا الله. هذا لمسجد الطاعة. هل يعجبكم هذا الدمار في الحي؟ هذا الحي في العاصمة دمشق. إذا اقتربنا إلى هنا فسنموت مباشرة بأسر القناصة التي تضرب. يا الله، نسألك المدد المدد. يا رب، نسألك المدد المدد. انظروا ماذا فعلوا بالسيارة. هذا آثار دخول الدبابات على حي الميدان. انظروا إلى هذه السيارة. هيا ارجع لك يا بشار. وين المدنيين يا بشار؟ كله هذا عن المدنيين العزال. خراب المنازل.